سلام. قبل ما تفرجوا في الفيديو شاركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة مع وضع تعليق أو إعجاب إذا نال الإعجاب ديالكم. ميلانيا ترامب تنصح زوجها بالاعتراف بهزيمته أمام بايدن. ذكر مصدر مطلع لشبكة CNN الأمريكية أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوصته بضرورة الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن. ولفت المصدر إلى أن السيدة الأمريكية الأولى انضمت إلى المجموعة المتزايدة من الدائرة المقربة من رئيس البلاد دونالد ترامب التي تنصحه بأن الوقت قد حان لقبول الخسارة على الرغم من أنها لم تعلق علنا على نتائج الانتخابات، إلا أنها صارت في رأيها وقال لقد عرضت رأيها كما تفعل في كثير من الأحيان. شكرا لكم على متابعة بان ماروك، نتمنى أن يعجبكم الفيديو.